انت شفت الفيجر ده قبل كده؟ ها؟ قلناه ولا لا؟ ان انا بيطلع عندي من الاورطه يطلع عندي ايه؟ هيباتيك ارتري وميزنتريك ارتري. الميزنتريك ارتري بيدخل على الانتستين ويطلع يدخل على الانتستين ويطلع من الانتستين ايه؟ هيباتيك بورتال فين. هيباتيك بورتال فين والهيباتيك ارتري بيصبوا في الليفر وبعدين يطلعوا ايه؟ كهيباتيك فين يروح على الانفيريور فينا كاف. يبقى شايفين احنا مسار الايه؟ الابزوربت فود. مسار الفود بيروح فين؟ تعال بقى نشوف. ودي طبعا البراش بوردر الفيلاي والبراش بوردر انكريزنج ذا دايجستيف سيرفيس اريا والارتري والفين والليمفيال داك لاكتيال داك كل ده. بعد كده نيجي على الايه؟ الدايجيشن. الدايجيشن بيبدا فين؟ بالنسبه للكربوهيدرات بيبدا في الماوس بمين؟ بالسليفري اميليز. بيعمل حوالي قد ايه؟ من 20-40% للدايجيشن اوف ستارش. دايجيشن اوف ستارش وينزل على الايه؟ الاستومك. هل الاستومك فيها دايجيشن الكربوهيدرات؟ اذا كان فيه دايجيشن الكربوهيدرات هيبقى من خلال الوقت اللي بياخده السليفري اميليز لحد ما يحصل له انهبيشن. فاهمين؟ يعني البولس نازله والسليفري اميليز ده بيشتغل في اوبتيمم بي اتش. البي اتش بتاع السلايفا نيوترال او سلايتلي الكالاين. تمام؟ فهو شغال في الانفيرومنت ده. على ما تنزل البولس في الاستومك تاخد وقت البولس على ما يحصل لها ميكسنج مع الكونتنت بتاع الاستومك تاخد وقت على ما البي اتش بتاعها يتغير. في خلال الوقت ده من حوالي 10 دقائق او اقل شويه بيبقى الايه؟ السليفر اميليز شغال لحد ما يحصل له انهبيشن بالاسيدك بي اتش. واضح الكلام؟ طيب بعد كده نزل على الديودنم نزل جاله الايه؟ جاله السليفر البنكرياتيك اميليز. البنكرياتيك اميليز يكمل الايه؟ يكمل حوالي 50-80% دايجيشن اوف كربوهيدرات. يطلع لي الايه؟ داي ساكرايد. يطلع لي ايه؟ الداي ساكرايد. داي ساكرايد في الانتستين يطلع لها الايه؟ البراش بوردر انزيم اللي هم الداي ساكرايديز والمالتيز والايه؟ واللاكتيز. يكسرهم لي يدوني ايه في الاخر؟ جلوكوز وفركتوز وجالاكتوز. تمام؟ دول الايه؟ دول الفاينل برودكت بتاع الايه؟ بتاع الكربوهيدرات فركتوز وجالاكتوز وجلوكوز. واضح الكلام يا شباب؟ خلاص احنا قلنا الكلام ده. طيب فيه كربوهيدرات ما بيحصلوش دايجيشن في الانسان، بيحصل دايجيشن في الانيمال اللي هو ايه؟ اللي هو السليلوز. ايه السبب ان ما بيحصلوش دايجيشن؟ احنا عندنا بالنسبه لل البنكرياتيك اميليز او السليفري اميليز بيكسر الستارش عند ال1 اند 4 الفا بوند. 1 اند 4 الفا بوند. طبعا المفروض كان يجي معايا يكون معايا حد من البايوكيمستري بس الدكتور سيد مشغول في الجوده وكده عندهم لجان فيعني هنقوم بالدور بتاع البايوكيمستري على قد ما نقدر يعني. فبالنسبه للدايجيشن بتاع الستارش في عندي الفا 1 اند 4 بوند دي اللي بيكسر بيشتغل عليها الايه؟ سليفري او البنكرياتيك اميليز. اما في عندي اللي هي بيتا 1 اند 4 بوند ديت مالهاش انزيم عندنا. هي اللي بتتكسر بالسليليز انزيم. السليليز انزيم ده موجود فين؟ في الانيمال اللي هي فورج ايتنج او اللي هي السليليز ايتنج اللي بتاكل ايه؟ النباتات. تمام؟ واضح الكلام؟ في النهاية قلنا ايه؟ هيبقى عندنا اللي هي الاند برودكت الجلوكوز والجالاكتوز والفركتوز دول الكربوهيدرات اند برودكت. تمام؟ بعد كده البروتين دايجيشن. البروتين دايجيشن بيبدا فين؟ في الاستومك بواسطة ايه؟ البيبسين. البيبسين بيحصل له اكتيفيشن بالايه؟ بالـ HCL. تمام؟ والاوبتيمم بي اتش للشغل بتاع البيبسين بيبقى من 1.5 الى 3 اللي هو الايه؟ البي اتش اللي موجوده
في الاستومك. تمام. البيبسين بيشتغل فين؟ خلي بالك بقى، الانزيم البروتين انزيم، كل انزيم سبيسيفايد او سبيسيفيك فور لينكج معينه او بوند معين. بالنسبه للبيبسين بيشتغل على اللينك بتاع الايه، الفينايل اللي هم الاروماتيك، الاروماتيك امينو اسيد، يعني يجي في مع الفينايل الانين، البوند اللي بين الفينايل الانين واي حاجه تانية يكسر، اللي بين التيروزين واي حاجه تانية يكسر، والتريبتوفان. يبقى بيشتغل على الايه، على الاروماتيك بوند. تمام يا شباب، على الاروماتيك امينو اسيد بوند مع اي امينو اسيد تاني. تمام. ده بالنسبه للايه، للبيبسين. ده هل هو طرفي او داخلي؟ لا داخلي. يبقى انترنال بيبتايديز، انترنال ايه بيبتايديز، يعني ايه، بيشتغل على البيبتايد بوند اللي بين اللي جوه الايه، التشين بتاع البروتين. مش البروتين ده عباره عن تشين اوف امينو اسيد، فهو بيجي ايه، بيشتغل جوه. خلاص، بيشتغل جوه فين؟ في الاروماتيك بوند، الاروماتيك ايه، بيبتايد بوند. بعد كده نيجي على البنكرياتيك ايه، البنكرياتيك انزيم اللي هم التريبسين، التريبسين واللي هم بقى اكتيفيتد بقى، تريبسين وكايموتريبسين وكربوكسي بيبتايديز. التريبسين برضو انتيرو بيبتايديز، انتيرو ايه، بيبتايديز. بيكسر فين؟ عند السايد، عند الكربونايل سايد اوف لايزين اند ارجينين. فاهمين يا شباب؟ يبقى الايه، التريبسين بيشتغل فين؟ في عند اللايسين والايه والارجينين. الكايموتريبسين بيشتغل في برضو انتيرو بيبتايديز، ها، كليف ات ايه، الكربوكسيل تيرمينال بتاع الفينايل الانين والتيروزين والتريبتوفان. زي مين ده؟ زي مين؟ زي البيبسين. تمام. طيب نيجي على الكربوكسي بيبتايديز. الكربوكسي بيبتايديز ده بيعمل ايه، ريموف ذا كربوكسيل تيرمينال ريزيد. يعني ايه؟ يعني انا عندي التشين بتاع الامينو اسيد فيها كربوكسيل اند وايه، وامينو اند او امين اند، بيجي عند الكربوكسيل اند ويروح قاطعها. يعني انا عندي امينو اسيد، الامينو اسيد ده الكربوكسيل اند بتاعته اللي ظاهره، يجي هو عند الامينو اسيد ده ويروح كاسر الامينو اسيد ده، يشوف الايه، كربوكسيل، يشوف الكربوكسيل اند اللي باينه، يروح عنده ويروح كاسر الامينو اسيد ده. خلاص، وهكذا. يبقى بيكسر من ناحيه ايه، من ناحيه الكربوكسيل اند. في اي بقى، في اي امينو اسيد ما عندوش ايه سبيسيفيكيشن غير الايه، البوند بتاعته. تمام. بعد كده الامينو بيبتايديز، من البراش بوردر بقى بيفرز الامينو بيبتايديز والداي بيبتايديز والانتروكينيز. الامينو بيبتايديز بيجي ايه، يكسر من ناحيه الامينو جروب، يعني يشوف اي امينو اسيد في التشين اللي من ناحيه الامينو جروب اللي باينه ويجي عندها ويروح كسر، وهكذا يكسر من ناحيه الايه، من ناحيه الامينو جروب، الامينو، عشان كده بنسميه ايه، امينو بيبتايديز. بعد كده الداي بيبتايديز، الداي بيبتايديز ما بيشتغلش الا على الداي بيبتايد بوند، يعني اثنين امينو، يشوف اثنين امينو اسيد يروح عليهم يكسر بينهم بس كده. الانتيرو، الانتيرو كايناز ده اللي هو بيحول التريبسينوجين الى تريبسين، ها، ده بس يعني المين افكت بتاعه على الايه، تريبسينوجين. النت ريزلت بتاعتي في البروتين دايجيشن هيبقى عندي ايه، فري امينو اسيد وده الغالب، وداي بيبتايد وايه، وتراي بيبتايد. الغالب ايه، فري امينو اسيد. خلاص، يبقى انا عندي كده وصلت للدايجيشن، عندي ايه، السمول او السمبل بلوك اوف كربوهيدرات والسمبل بلوك بتاع الايه، البروتين اللي هو الجلوكوز والفركتوز والجلاكتوز والامينو اسيد، دول الايه، المين او الايه، البيلدنج بلوك بتاع الكربوهيدرات وبتاع الايه، البروتين. واضح الكلام؟ نيجي على هنرجع للحته ديت بعدين، نكمل بس الايه، الدايجيشن. الدايجيشن بتاع الليبيد بيحصل ازاي؟ الدايجيشن بتاع الليبيد بيحصل ازاي؟ تنزل طبعا، بيبدا فين الدايجيشن اوف الليبيد؟ ها، في الماوس، بالسليبري ايه، باللينجوال لايبيز، باللينجوال لايبيز يبدا ايه. لكن هناك كان السليبري اميليز بيعمل من 20 ل 40% دايجيشن اوف كربوهيدرات، لكن بالنسبه لللينجوال لايبيز بيبقى نون سيجنيفيكانت، يعني
كمية صغيرة جدا مش محسوسة يعني مش مؤثرة في الدايجيشن. خلاص بعد كده نزل الفود الفات في الديودنم ينزل له ايه نتيجة للريليز اوف كوليسيستكينين ها ينزل له ايه يحصل ايفاكيويشن للجول بلادر ايفاكيويشن للايه للجول بلادر تنزل الجول بلادر فيها ايه البايل سولت البايل سولت دي تعمل ايه بتكسر بتقلل السيرفس تنشن اللي هو بتاع الفات السيرفس تنشن بتاع الفات يعني تماسك الحبيبات بتاع الفات بيتفك فبيبقى ايه بيتاثر على السيرفس تنشن التماسك بتاعه تسمح بتكسير الفات الى جلوبيول صغير تمام ده بنسميها ايه emulsification of the fat بيحصل ايه يا شباب emulsification of the fat تمام especially ال bile salt والليسيسين اللي هو الفوسفوليبيد اللي هو الايه الليسيسين دول بيعملوا emulsification للفات بعد كده اللايبيز انزيم اللايبيز انزيم ار ووتر سيربل كومباوند يعني ايه ووتر سيربل كومباوند يعني مش هتشتغل الا على الووتر سيربل انفايرومنت خلاص يعني هتشتغل على السيرفيس يعني انا دلوقتي البايل كسرت لي الفات الى جلوبيول صغير اللايبيز بقى هيجي على السيرفيس على السطح الجلوبيول دي ويبدا يشتغل لكن ما يقدرش ينفذ جوه خلاص فيبدا ايه يكسر الفات اللي هي معرضه له اللي باينه قدامه محتاج الى البايل سولت ايه تعمل تنفذ او تعمل تكسر لي الايه الفات دي الى جلوبيول صغير عشان اللايبيز يقدر ايه يوصل له تمام يا شباب كده معايا هو الفات ده عباره عن ايه عباره عن ترايجلسرايد مع يعني جلسترول او جلسترايد مع ثلاثه ايه ثلاثه فاتي اسيد تمام فهو بيجي الانزيم ها خلاص انا عندي جلوبيول صغيره تيجي اللايبيز انزيم او البنكرياتيك لايبيز تكسر لي الترايجلسترايد ده الى فري فاتي اسيد وايه ومونوجلسترايد فري فاتي اسيد وايه ومونوجلسترايد تمام كده الفات جلوبيول بيبقى حواليها بيبقى تيجي تعمل عليها كوتنج كده اللي هي الايه البايل سولت تعمل عليها كوتنج كده كل ما اللايبيز يشتغل عشان من ناحيه الامالسيفيكيشن افكت بتاعها تعمل كوتنج للايه للفات جلوبيول عشان تمنع التصاقها مره ثانيه تمنع ايه التصاقها مره ثانيه وكمان لما يجي الفات او اللايبيز انزيم تشتغل عليها تبدا ايه تقلل الجلوبيول ديت يحصل ريليز للفري فاتي اسيد والمونوجلسترايد وديت موجوده طبقه عليها برضو بتكمل علشان الايه اللايبيز انزيم يكمل شغل معاها تمام دي بنسميها ايه بنسميها الفات جلوبيول او الميثل الميثل ديت اللي هي عباره عن فات جلوبيول ومعاها ايه ومعاها كوتد بالايه بالبايل سولت تمام عشان تسهل عمليه الايه الفات دايجيشن وديت البايل سولت دي ووتر سوليبل فوجودها على سطح الجلوبيول بيخليها ايه كان بي ديسبيرسد ان ذا ووتر انفايرمنت اللي هو الانتستينال انفايرمنت واضح يحصل لها انتشار في الايه الووتر انفايرمنت نتيجه الكوتنج بتاعها يا شباب بتاع البايل سولت وهنا بتسهل انتشارها وبتسهل الايه الشغل اللايبيز انزيم عليه واضح الكلام طبعا في عندي الكوليسترول استر اتفضل كوليسترول استر اللايبيز بيعمل فري للكوليسترول مع الايه من الفاتي اسيد اللي ماسك معاه تمام ده شكل من اشكال الكوليسترول استر اللي هو الكوليسترول ماسك مع ايه مع اوليات اوليك فاتي اسيد تمام فيجي ايه يحصل الكوليسترول استريز كوليسترول استريز يكسر الايه البوند ديت بين الكوليسترول والفاتي اسيد تمام بعد كده نيجي على الابزوربشن نيجي على ايه معايا امال بتتكلم ليه لما انت معايا نيجي بقى على الابسوربشن احنا اتكلمنا الاول على الدايجيشن بتاع الكربوهيدرات والايه البروتين والفات نيجي على الابسوربشن بتاع الكربوهيدرات الابسوربشن بتاع الكربوهيدرات خلي بال حضرتك
انا هنا عندي اللومن هنا اهو، هنا اللومن بتاع الانتستين، وهنا الخليه، وهنا الايه البلاد. واضح الكلام؟ شايفين؟ طيب اللومن هنا عندي ايه؟ عندي اللي هو الاند برودكت بتاع الكربوهيدرات دايجيشن اللي هم الجلوكوز والفركتوز والايه والجلاكتوز. هيدخلوا الخليه ازاي؟ وبعدين بعد ما يدخلوا الخليه يطلعوا من الخليه يروحوا البلاد ازاي؟ في ميكانيزم هنا وميكانيزم هنا. نشوف الميكانيزم اللي هنا. في عندي على البوردر اللومينال بوردر اوف ذا سيل في عندي ايه؟ في عندي جلوكوز ترانسبورتر. جلوكوز ترانسبورتر ده اسمه صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر 1. صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر ايه 1. لو انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم في السنه اللي فاتت في الترانسبورت، كان في عندي اكتف ترانسبورت وباسيف ترانسبورت. ماشي. الاكتف ترانسبورت كان فيه سكندري وايه برايمري وسكندري. تمام. هنا عندي الجلوكوز ابزوربن فروم ذا لومن باي ذا صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر 1 باي الجلوكوز بيمتص بايه بالسكندري اكتف ترانسبورت. سكندري اكتف ترانسبورت يعني ايه سكندري اكتف ترانسبورت؟ فاكرين يعني ايه؟ ان حاجه بتعدي بالباسيف تجر معاها حاجه بتعدي بالاكتف. افكر الناس اللي كانت نايمه، الاكتف يعني ابذل طاقه علشان اشيل المولكيول من مكان الى مكان، الباسيف ان الايه المولكيول بيعدي من هاي كونسنتريشن الى لو كونسنتريشن، اما الاكتف من لو الى هاي. تمام. طيب هنا الجلوكوز بيحصل له كل الجلوكوز اللي بناخده بيمتص بيروح في الايه في الخليه، مهما كانت الخليه دي فيها الجلوكوز عالي ما زال الجلوكوز بيمتص ويدخل ايه الخليه، يعني ايه اكتف ترانسبورت. لكن ما هوش برايمري بيبقى ايه سكندري اكتف ترانسبورت. ازاي؟ ان الصوديوم دايما هنا ايه عالي، الصوديوم هنا ايه عالي لانه بيجي يحصل له ديفيوجن من البلاد للومن ها ويتجمع في اللومن فتركيزه هنا عالي فهيعدي من وهنا منخفض لانه بيحصل له بامبنج من الخليه الى البلاد. تمام. يبقى في الخليه ايه منخفض، يبقى الجلوكوز في اللومن عالي وفي الخليه منخفض، هيعدي بالايه بالباسيف ترانسبورت، وهو معدي بالباسيف ترانسبورت بيجر معاه الجلوكوز بالايه سكندري اكتف ترانسبورت. واضح الكلام؟ الفركتوز بيعدي بالايه بالاكتف ترانسبورت، اكتف ترانسبورت بالجلوكوز ترانسبورتر 5 مش ايه مش صوديوم ديبندنت. الجلاكتوز برضو بيعدي بالصوديوم ديبندنت زي الايه زي الجلوكوز. واضح الكلام؟ بقى هنا كل المكونات دي موجوده في الخليه، مركزه فين؟ في الخليه. طيب هنا في الخليه البلد طبعا بيسيركيوليت فبيغسل هنا ولا لا؟ بيغسل المنطقه دي. فهنا الجلوكوز منخفض ولا عالي؟ منخفض عن اللي في الخليه، فيعدي من الخليه الى من الهاي الى اللو ها بالباسف. لكن اي نوع من الباسف؟ هل ديفيوجن ولا فاسيليتيتد؟ لان اي مولكيول كبير محتاج ايه؟ محتاج حد يشيله يعديه، فده بالفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو مين يا جماعه؟ جلوكوز ترانسبورتر 2. ده ايه؟ ده ايه يا شباب؟ فاسيليتيتد. يبقى بيعدي من اللومن الى الخليه بالايه؟ بالسكندري اكتف ترانسبورت، ومن الخليه للبلد بالايه؟ بالباسف او الفاسيليتيتد ديفيوجن فاسيليتيتد ترانسبورت. من المسؤول هنا جلوت 2، من المسؤول هنا اس جلوت صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر 1 اللي هو اس جلوت 1. تمام كده يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ نعم. الايه الفركتوز هنا بالاكتف ترانسبورت، اكتف برايمري اكتف ترانسبورت، برايمري اكتف ترانسبورت بالجلوت 5، جلوت ايه 5. خلاص واضح يا شباب ولا لا؟ طيب ده اللي هو الايه اللاكتوز انتولرانس اللي اتكلمنا عليه. وجود اللاكتوز في الانتستين بالاضافه الى انه بيعمل هايبر اوزموتيك انفايرومنت كمان بيبقى ميديا للايه البكتيريا الجروس، فالبكتيريا بتعمل ايه؟ بتطلع كربون ميتابولايت 2 اتوم كربون ميتابولايت وCO2 وهيدروجين و3
اتوم كربون ميتابولايت، كل ده بيعمل ايه؟ بلوتنج ودياريه وايه؟ ودي هيدريش، لانه بيسحب معاه الايه؟ الميه كمان من البلد، فبيعمل ايه؟ بيعمل دياريه وبلوتنج وديهايدريش. تمام؟ خلاص احنا اتكلمنا على الايه؟ اللاكتوز انتولرانس، وده الايه؟ البريفالنس اوف لاكتوز انتولرانس في الناس، يعني مثلا في الامريكان، في الاسيان امريكان 90%، في الافريكان امريكان. ده طبعا الداتا ديت كلام منين؟ منين يا جماعه؟ من دراسه في امريكا. احنا للاسف ما عندناش سيرفي على اي حاجه، ما عندناش داتا على اي حاجه. يعني اي حد دلوقتي ماسك مثلا وزير الصحه، صح زميلك، او ماسك ادمنستريشن في المنطقه معينه للهيلث اوثوريتي، ما يقدرش يعمل بلاننج لاي حاجه. ليه؟ مفيش داتا، مفيش داتا عندي انا، مش عارف مثلا الطائف ديت فيها الجلوكوز تولرنس قد ايه. طب وده هينعكس على ايه؟ ده هينعكس على التصنيع بتاع اللب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي ناس عندها 90% او 100% من الجلوكوز انتولرانس، اعمل بقى ايه؟ اشيل الجلوكوز من بتاع اللاكتوز من الميلك. هو الميلك احنا بناخده اساسا عشان ايه؟ عشان الشوجر ولا عشان الكالسيوم؟ عشان الكالسيوم والاذر كومبوننت بتاعته، ما يهمنيش الجلوكوز اللاكتوز، بقى اشيل اللاكتوز واحط بداله سكروز. خلاص؟ يبقى ده هينعكس على ايه؟ على التصنيع، وده ينعكس كمان على صحه الانسان لو انا عندي داتا. المهم ان الداتا ديت منين؟ من الناس اللي صحت من بدري وعملت سيرفي وعملت شغل. 62% من النيتف امريكان، يعني عندهم النيتف امريكان دول 40% منهم ما عندهمش مشاكل في موضوع الايه؟ اللاكتوز ايه؟ انتولرانس ده. المكسيكان امريكان هيبقوا ايه؟ 53%. الكوكازيان او الكوكازيان اللي هم بتوع الايه؟ بتوع اللي هم الاسيويين زي اليابانيين والصينيين والمنغوليين، دول يبقى عندهم ايه؟ الجلوكوز انتولرنس قليل جدا، ما عندهمش مشاكل خالص، يعني 15% نسبه لا تذكر بالنسبه للجلوكوز اللاكتوز انتولرنس. وده طبعا هينعكس على انهم ايه؟ ما يبقاش عندهم مشاكل في استهلاك الملك. طيب خلاص احنا خلصنا الايه؟ الابسوربشن بتاع الايه؟ الكربوهيدرات. نيجي على الابسوربشن بتاع الامينو اسيد، بيحصل ازاي؟ خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، الجلوكوز اللي حصل له ابسوربشن راح فين؟ على البورتال فين، صح ولا لا؟ وبعدين راح على الليفر عشان يبدا بقى يتخزن او يحصل له اوكسيديشن في الليفر. ف بالنسبه كمان للامينو اسيد، خلي بال حضرتك، الامينو اسيد بيحصل لها ترانسبورت لداخل الخليه برضه بتاع الانتست بواسطه ايه؟ بواسطه صوديوم ديبندنت كارير، صوديوم ديبندنت ايه؟ امينو اسيد كارير، وبعدين من الخليه للبلد بامينو اسيد كارير مختلف. يبقى هنا صوديوم ديبندنت ابسوربشن من اللومن للايه؟ للخليه، ومن الخليه للبلد بالايه؟ بالامينو اسيد كارير. خلاص؟ عشان كده بقى نرجع للايه؟ الجزء ده اللي انا قلت لكم هسيبه وارجع له تاني، اللي هو ده. خلي بال حضرتك ان الكارير، احنا قلنا في الجلوكوز له كارير، والفركتوز له كارير، والجلاكتوز له كارير، الامينو اسيد لها كارير، والكارير ما هوش سبيسيفيك لامينو اسيد واحد، يعني ممكن الكارير يشتغل على اكتر من ايه؟ من امينو اسيد. تلاقي كارير مثلا اشتغل على 2 3 وهكذا. خلاص؟ في بعض الناس يقول لك ايه؟ فلان ده عمل حصوات الكل، واخوه عمل، واخوه الثاني عمل، وابوهم كان عامل الحصوات. ايه الموضوع؟ ان في عندهم مشكله معينه في الابسوربشن او الري ابسوربشن او الايه؟ الري ابسوربشن. الري ابسوربشن في ايه؟ لبعض الكومبوننت، زي مثلا الناس اللي عندهم ايه؟ جلايسين ابسوربشن. الجلايسين الكارير بتاعه بيبقى مش موجود، كارير ايه؟ مش موجود. في جينيتك ديفكت ان الجلايسين كارير اللي هو بيشيل الجلايسين والبرولين والهيدروكسبرولين ده مش موجود. مش موجود، يبقى عندهم ايه؟ فرصه لتكوين حصوات. زي كمان الايه؟ الناس اللي عندهم الكارير بتاع الايه؟ الليسين والارجينين والارسينين، ده دول مش موجود، يحصل عنده ايه؟ ها؟ وسيستين، يبقى عنده سيستين يوريا،
60 ايه يوريا. تحلل اليورين بتاعه تلاقي عنده 60، والسستين ده بيترسب، لو ما بيشربش ميه كتير يعمل يحصل ايه ترسيب للسستين ويعمل ايه ستون، ويعمل ايه ستون. اذا الناس اللي بالشكل ده، لان بعض الامينو اسيد دي، طب انت هتقول لي طب هو ما بيحصلوش ابزوربشن، هو اصلا جابه منين؟ مش هو ما بيحصلوش ري ابزوربشن؟ خلي بالك انا بتكلم على ايه، على انه هو نازل في الفلتريت المفروض ان الامينو اسيد كلها يحصل لها ايه ري ابزوربشن في الفلتريت. مش خدته يورينري ولا لا؟ بس خدته فكره يعني السنه اللي فاتت في تاني، ان ان كل الكومبوننت بتاع البلد بتنزل في الجلوميرال فلتريت في الجلوميرولاي ويحصل لها فلتريشن، وبعدين يحصل ري ابسوربشن لكل الايه الكومبوننت جلوكوز وكل وامينو اسيد وصوديوم وكالسيوم ومغنيسيوم، كل الايه كل الكونتنت بتاع البلازما بيحصل لها فلتريشن وري ابسوربشن تاني. فالري ابسوربشن في الـ في الانتستاين في الرينال تيبيول محتاج كارير، فالكارير ده بيبقى موجود على الايه على زي ما شفنا في الخليه، على الخليه من الخليه للبلاد. طب لو الكارير ده مش موجود الامينو اسيد ده مش هيحصل له ابسوربشن، هيرجع في الفلتريت ينزل في اليورين يترسب في اليورين. تمام. طيب الناس دي ما عندهاش الكارير، طب هي عندها الكارير في الانتستين؟ ما عندهاش برضه، يعني لا بيمتص ولا بايه ولا يعني لا بيحصل له ابسوربشن ولا ري ابسوربشن. امال جاي منين الامينو اسيد؟ الامينو اسيد بيتصنع، معظم الامينو اسيد ايه نان اسينشال بتتصنع في الجسم، يبقى يصنع سيستين وايه ما يحصلوش ريابسوربشن، ينزل في الفلتريت يترسب يعمل ايه يعمل جولستون. ماشي الكلام ده. دي بعض الديفكت اللي هي ايه اللي بسبب كارير ديفيشنت، كارير ايه ديفيشنت اوف امينو اسيد. وقلنا ايه، قلنا ان الامينو اسيد مش كل امينو اسيد له كارير، لا كل مجموعه من الامينو اسيد بيبقى لهم ايه كارير، سواء في الانتستينال سيل او الايه او الرينال سيل. واضح الكلام يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب نروح بقى على الايه نكمل القصه بتاعه الري ابسوربشن بتاع الامينو اسيد. زي ما قلنا الامينو اسيد ليفز بالاي، بعد كده يبقى خلاص جه من البلاي دخل على الايه على الفين، ومن الفين راح على فين؟ على البورتال فين. خلاص بعد كده الفات، الفات نوعين من الفات، في عندي جلسرايد او مونو جلسرايد وعندي ايه فري فاتي اسيد. الفاتي اسيد دي فيها لونج تشين فاتي اسيد وفيها ايه شورت تشين فاتي اسيد. الشورت تشين فاتي اسيد يحصل لها ابسوربشن مع الايه زي الامينو اسيد وزي الايه الجلوكوز، يحصل لها ابسوربشن وتدخل على البورتال فين. حلو الكلام ده؟ الكلام ده ايه ما ينطبق على الشورت تشين فاتي اسيد، بيحصل لها ابسوربشن بالديفيوجن. ليه؟ لانها فات سوليبل، هتعدي من الخليه، مش عايز اكرر ولا حاجه، هتعدي من الممبرين بتاع الخليه سهل خالص وتدخل الايه الخليه، ومن الخليه تعدي على البلد مع الايه البورتال فين. واضح الكلام؟ طيب بالنسبه لللونج تشين فاتي اسيد دي ما بتعديش بقى بالايه، بتعدي لكن ما بتروحش على البورتال فين، بتدخل على الخليه، تدخل اللونج تشين فاتي اسيد تدخل على الخليه، وبعدين الخليه تاخدها تعمل لها ايه تعمل لها ريسنسس تاني. اللونج تشين فاتي اسيد الخليه تاخدها تعمل لها ريسنسس تاني في الاسموس اندوبلازميك ريتيكولم، ومن الاسموس اندوبلازميك ريتيكولم تروح على الجولجي ابريتس يظبطها ويحطها في باكج ويديها ايه ويعمل لها اكزوسايتوزس. يعمل لها يا شباب اكزوسايتوزس، تروح على فين؟ على اللاكتيال داكت. على فين؟ على اللاكتيال داكت. خلاص بيعمل لها ريسنسس، يعني ايه بيحولها الى الى ايه الى فات جلوبيول تاني، يعني يعمل ترايجلسترايد سينسس تاني، يربط اللونج تشين فاتي اسيد. هو كانت متكسره، كل فاتي تشين عدى بالديفيوجن لوحده دخل الخليه بدات تعمل لها ريسنسس تاني. الخليه ديت ايه الانتستينال سيل تعمل ريسنسس تاني للايه للفات اللي هو اللونج تشين فاتي اسيد مع الترايجلسترايد، تعمل لي مع المونوجلسترايد تعمل لي ترايجلسترايد. ترايجلسترايد ديت بتتصنع فين؟ في السموث اندوبلازميك ريتيكولم، وبعدين ياخدها منها الايه الجولجي ابريتس. الجولجي ابريتس يعمل يحطها في باكج ويطلعها بالاكسوسايتوزس، تروح تدخل على فين؟ على الايه على اللاكتيال داكت. تمام. ومن اللاكتيال داكت تروح على فين؟ من اللاكتيال داكت ها
تروح على الليمف فيزل، ومن الليمف فيزل على الثوراسيك داكت، ومن الثوراسيك داكت تروح على فين؟ على الهارت، وبعدين تبقى يحصل لها ايه؟ ديستريبيوشن، تروح على الجنرال سيركيوليشن. على خلاف مين؟ على خلاف الشورت تشين فاتي اسيد والكربوهيدرات او الجلوكوز والامينو اسيد، بيروحوا على فين يا شباب؟ على الليفر من خلال البورتال فين. يبقى المسار بتاع اللونج تشين فاتي اسيد مختلف ولا لا؟ بيروح على فين؟ على اللاكتال. علشان كده، علشان كده لو حضرتك اكلت اكله فيها فات بعدها مثلا بنص ساعه بساعه ونص، لو خدت بلاد وعملت سنترفيوجيشن شفت البلازما تلاقيها تربد، تلاقي ايه؟ تربد. ليه؟ لان بيبقى فيها فات. خلاص، لان الفات راح على السيركيوليشن وحصل له ديستريبيوشن على الجنرال سيركيوليشن، فبيبان اللي ايه؟ الفات عامل تربيديتي. ماشي. بعد كده الفات لما يدخل السيركيوليشن بيتحول الى او من السيركيوليشن يروح على الليفر. الفات ده بعد ما طلع من الهارت راح على الجنرال سيركيوليشن ومنها الى الليفر. في الليفر يبدا يصنعه الى ايه؟ لايبوبروتين. يصنعه الى ايه يا شباب؟ الى لايبوبروتين. اللايبوبروتين ديت منها الكايلومايكرون واللودنستي لايبوبروتين والفيري لودنستي لايبوبروتين والايه والهاي دنستي لايبوبروتين. لما بنقول لو دنستي لايبوبروتين او هاي دنستي لايبوبروتين اعتمادا على كميه الايه؟ كميه البروتين اللي موجود فيه. تمام. فبالنسبه للكايلومايكرون البروتين اللي فيها قد ايه؟ 1%. ديت ودي ما بيحصل لهاش يعني الاستمراريه بتاعتها بتبقى قليله لانها بتتكسر وتتحول الى اي واحده من دول. دول بقى لو دنستي لايبوبروتين، البروتين فيها قد ايه؟ 25%. الكوليسترول فيها قد ايه؟ 45. ده لما تلاقي اللو دنستي لايبوبروتين يعرف ان دي فيها ايه؟ فيها مشاكل. يعني كل ما زاد اللو دنستي لايبوبروتين بما فيها من هاي كوليسترول ده بريدسبوزنج ليه ايه؟ لديزيز زي الاثيروسكلروزيس وكده. تمام. نيجي على الفيري هاي الفيري لو دنستي لايبوبروتين، الكوليسترول فيها قد ايه يا شباب؟ فديت عشان كميه الايه؟ الكوليسترول اللي فيها قليله، فديت ايه؟ ما هيش ايه؟ مش مشكله يعني اقل حده او اقل خطوره. الهاي دنس لايبوبروتين بقى فيها الكوليسترول قد ايه؟ 20%، والبروتين 45%. فديت كل ما زادت في الجسم كل ما كان ايه؟ اصح وافضل للجسم. دي بتقلل فرصه ترسيب الكوليسترول في الوول بتاع الايه؟ الارتري وعمليه الاثيروسكلروز. تمام الكلام؟ واضح؟ بعد كده الاستاتوريه. الاستاتورية ديت اللي هي الدايرية اللي فيها فات، دايرية فيها ايه؟ فيها فات. تمام. ودي عبارة عن digestive disorder affect the production والايه والrelease of enzyme lipase from the pancreas or the bile. يبقى ايه في defect في bile او في ايه defect في البنكرياس. يعني ما فيش bile يبقى ما فيش emulsification للفات، يعني ما فيش ايه digestion للفات. طب في emulsification لكن ما فيش لايبيز انزيم، هيحصل هضم الفات؟ ما يبقى الاستاتيوريا هي ديفكت في الفات ايه دايجيشن، يا اما في نتيجه الايمالسيفيكيشن يعني في ستون قافله البايل داكت او في اي مشاكل في البايل داكت او في مشكله في الايه في البنكرياس زي البنكرياتيك ايه انسفشنسي مثلا. فده يعمل ايه؟ يعمل ديكريز للفات دايجيشن، يبقى الفات هيبقى موجود في الايه في اللومن بتاع الانتستين. لما يكون الفات ما اغسلش، روح اغسل وشك تعال. خلي بال حضرتك لما يكون الفات لما يكون الفات موجود في اللومن وما حصلوش emulsification فده هيبقى عامل كوتنج للاذر فود، يعمل ايه كوتنج للايه؟ اذر فود كومبوننت. الاذر فود كومبوننت دي بما فيها كربوهيدرات وبروتين بيبقى فيها بعض البكتيريا، فلو ما حصل لهاش كومبليت دايجيشن البكتيريا تشتغل عليها وتعمل ايه؟ بيوتريفاكشن.
فالستاتوري هيبقى فيه فات دروبلت في في الستول, وفي كمان ايه اوفنسيف اوردر. الاوفنسيف اوردر دي نتيجه لايه؟ البيتريفاكشن اوف بروتين, لان البروتين ما حصلوش ايه دايجيشن. ليه ما حصلوش دايجيشن؟ عشان الكوتنج بتاع الفات منع الايه الدايجستيف انزيم, سواء سواء بروتيوليتيك انزيم او كربوهيدرات انزيم. خلاص ال underlying condition causes of staturia include mal absorption of fat in the small intestine او بنكرياتيتس او سيلياك ديزيز. يا اما سيلياك ديزيز يا اما بنكرياتيتس, يعني في insufficiency في البنكرياتيك secretion, او البايل نفسها فيها مشكله, او في mal absorption في الفات, يعني ما فيش ايه absorption كويس للفات نتيجه لاي defect. خلاص ايه اللي هيحصل؟ الاستاتوريا سسبيك هو لارج جريزي بالك ستول, ها ولوز او بالك لوز ستول فيه فات. يعني قلنا فيه ستول فيه فات دروبلت, يعني فيه جريزي ماتيريال. ولو لو لو الموضوع طول شويه يدينا ايه بيتريفاكشن ويعمل اوفنسيف اوردر. تمام. بعد كده فاضل النيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد بيحصل له دايجيشن بالايه؟ بالبنكرياتيك رايبونيوكليز والديوكسي رايبونيوكليز. الرايبونيوكليز ده اللي هو بيشتغل على الار ان ايه, والديوكسي رايبونيوكليز بيشتغل على الدي ان ايه. يكسره لي الى الايه النيوكليوتايد, وبعدين يجي البراش بوردر انزيم اللي هو النيوكليسايديز بيكسر النيوكليوتايد الى ايه؟ الى البنتوز شوجر والبيز بتاعته والفوسفيت. خلاص. وبعدين الاثنين دول او الكومبوننت دي يحصل لها ايه ابسوربشن وتدخل على البورتال فين زي الامينو اسيد وزي الكربوهيدرات اند برودكت اللي هم الجلوكوز وال والفركتوز وكده. بعد كده الفيتامينز. الفيتامينز طبعا انا عندي ايه فات سوليبل فيتامين وايه ووتر سوليبل فيتامين. خلاص. كل الايه الفيتامينز دي بيحصل لها دايجيشن, يعني بتحصل دايجيشن مع الفود. وبعدين نيجي بقى على الابسوربشن. الفات سوليبل فيتامين ديت يحصل لها دايجيشن مع الدايجيشن بتاع الفات, لانها بتبقى مرتبطه بالفات. لو حصل للفات دايجيشن هيحصل لها هي كمان ريليز وتبقى سهله في الامتصاص. تمام. لو ما حصلش فات دايجيشن هيبقى تبقى هي كمان ما يحصلهاش ريليز وما يحصلهاش ابسوربشن. طيب الفات سوليبل اللي هم اي دي اي كي اكيد. خلاص. الووتر سوليبل هما الاذر الاذر ايه الاذر فيتامين زي البي 12 والسي وكده. تمام. البي عموما البي كومبلكس يعني 1 و2 و12 وكده, والايه الاذر سكوربيك اسيد وكده. خلاص. بالنسبه للفات سوليبل فيتامين ديت يحصل لها دايجيشن وابسوربشن مع الايه مع الفات. يعني لو حد عنده مشكله في الفات ابسوربشن او الفات دايجيشن هيبقى عنده مشكله فين؟ في الفات سوليبل فيتامين ابسوربشن. ماشي. والفات سوليبل فيتامين ابسوربشن اللي هم الاي والدي الكي والدي بيسمعوا على طول في ايه الاي الكي بيسمع فين؟ في الكواجوليشن. ولذلك لو حد عنده مشكله في الفات ابسوربشن او الفات دايجيشن لمده طويله نتيجه الجول ستون او نتيجه البنكرياتيك انسفيشنسي يسمع على طول يحصل عنده ايه ديفكت في الكواجوليشن. تمام. طيب ايه كمان؟ الدي دي ده مهم جدا في البون ميتابوليزم, يعمل ايه استبروز. يعني لو حد عنده بكترياتيك انسفيشنسي او بايل اسيد ديزيز بايل سولت insufficiency او deficiency نتيجه للجول ستون او كده برضه يحصل ديكريز للفات دايجيشن والفات ابسوربشن بما فيها الايه فيتامين دي تدي ايه تدي تعمل استيبروزس لو لونج لاستنج ايه كونديشن. واضح الكلام؟ طيب اخر حاجه الايه الووتر سوليبل فيتامين بيحصل لها ابسوربشن في الاليوم و وبعض الفيتامين بعض الفيتامين زي البي 12 بيحصل لها ريسنسس في الكولون. يحصل لها ريسنسس فين؟ يعني يحصل لها سنسس في الكولون.
بعض كمان كمية صغيرة أو من الفات سولوبل فيتامين اللي هم الكي بيحصل له بكتيريال سينسس في الإليوم، يحصل له بكتيريال سينسس فين؟ في الإليوم، ويحصل له برضو أبسوربش. واضح؟ بعد كده الأبسوربشن عموما يعني كنظرة عامة كده، في حاجات بيحصل لها أبسوربشن في الاستومك زي ايه يا شباب؟ زي ايه؟ زي الالكوهول. يعني الناس اللي بتشرب الكوهول ده على طول ايه؟ الالكوهول يضرب في دماغه على طول، يحس ان ايه؟ على طول ايه؟ وهو بيشرب على طول يسمع في ليه؟ لانه بيحصل له ابسوربشن في الاستومك، يعني مش لازم ينزل في الانتستين وكده، على طول بيشرب يسمع في الاستومك. خلاص؟ كمان مع الالكوهول زي الايه؟ الووتر كمان، الكبر، الايودايد، الفلورايد، المولبيدينم، دي كلها بيحصل لها ابسوربشن فين يا شباب؟ في الاستومك. تمام؟ طيب في الديودينم بيحصل ابسوربشن لايه؟ الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم والاير والكبر والسيلينيوم والسيامين والرايبوفلافين والنياسين والبيوتين والفوليت والفيتامينز اللي هي ايه؟ اكيد. خلاص؟ نيجي للجيجينم، بيحصل ابسوربشن الحاجات دي، السيامين والرايبوفلافين والنياسين، كل الحاجات دي، كمان الاكيد او الاي دي والاي، والكالسيوم والفوسفورس والايرن والزنك والكورنيوم والمنجنيز والمولبيدينم. تمام؟ في الجيجينم كمان بيحصل ابسوربشن للليبيد والمونوساكرايد والامينو اسيد والسمول بيبتايد. السمول ايه؟ بيبتايد. بعد كده في الاليوم بيحصل ابسوربشن لمين؟ للبايل سولت اند اسيد. البايل سولت اند اسيد والليبيد والمونوساكرايد والامينو اسيد والسمول بيبتايد برضو زي ايه؟ زي الجيجينم. فيتامين سي والفوليت والفيتامين بي 12 والفيتامين دي وهكذا. الجزء بتاع البايل اسيد بايل سولت ده بيبقى له اهميه لان ده المين بارت اوف بايل سولت ابسوربشن. المين بارت اوف ايه؟ اوف بايل سولت ابسوربشن. بايل سولت اند بايل اسيد ايه؟ ابسوربشن في ال في الانتست المين بارت. ولذلك بعض الناس يحصل له إليا تيومر في الإليم، فيبقى محتاج ان يحصل له ايه؟ ريسكشن للإليم او تروما نتيجة حادثة، حصل له ايه؟ ريسكشن للايه؟ للإليم. يبقى ده هيبقى عنده ديفكتيف ايه؟ في البايلسول. ليه؟ علشان احنا قلنا ان 90% 95% من البايلسول ايه؟ ريسايكل اللي هي الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن اوف بايلسول. فالشخص اللي هيبقى عنده إليم ديفكت او إليم ريستكشن ده هيبقى عنده ديفكت في البايل سولت، وبناء عليه هيبقى عنده كمان ايه؟ ديفكت في الفات ايمالسيفيكيشن والفات دايجيشن بما فيها الفيتامين الفات سولوبل فيتامين. واضح الكلام؟ واضح يا شباب؟ كده الجزء بتاع الايه؟ ساكن.